راح نتابع محطاتنا هلا والشيف حسين بلش يصف الاكلات قدامه على الشاشه. تعال نقطع بالسينما قبل ما نروح لعندك. انا هيك بدي. لا المشاهدين ما بدهم هيك، بدهم يخلصوا الطبخات. ما هيك؟ ولا انا مش انا ما بيهون علي اقطع بالسينما هلا لانه انا ناطره طبخاتك اصلا، ما بدي روح ولا دقيقه من طبخاتك، بقى رح ننتقل لعندك ورشه ملح. رمضان كريم من جديد لكل المشاهدين. مثل ما عم بتشوفوا البطاطا سكبناها، صارت جاهزة عنا البطاطا بهالصحن الحلو، زيناها بشرائح الحمض، لكن صار في عنا وصفتين جاهزين. هيدي البطاطا بالسجق والجبنة البيضاء. بضل مشاهدينا في عنا سلطة الركة، وسلطة الركة والتفاح، وبضل في عنا كمان وصفة بدنا نحضرها. الوصفة اللي راح نحضرها أنا وياكم الشوربة. طبعا بدنا نضيف للشوربة بعد حليب جوز الهند، وبدنا نضيف ايضا غير حليب جوز الهند، بدنا نضيف عصرة حامضة صغيرة بس لحتى يبلشوا يغلوا اكثر. عنا كمان مشاهدينا رح نضيف بعد للشوربة صدورة الدجاج، لكن انا هون في عندي صدر الدجاج. طبعا صدر الدجاج نحن سلقناه، صار جاهز عنا صدر الدجاج المسلوق، رح نقطعه ونضيفه كمان للشوربه، لكن بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا صدر الدجاج كيف عم نقطعه بهالشكل هيدا. برجع نفرمهم، لكن هيدا صدر الدجاج مشاهدينا مسلوق، رح اجي ضيفهم فوق القرنبيط. طيب شو بدنا نضيف؟ خلينا اول شيء نرجع نحكي على الكوسه عن وصفتنا لليوم. طبعا لكل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا من جديد، في عنا اربع وصفات بلشنا فيهم من بدايه عالم الصباح. هيدا الكوسه، طبق الكوسه مثل ما عم بتشوفوا بالكنوه، طبق رمضاني بامتياز. هيدي هي الكنوه، هاي الحشوه شو في بقلبها؟ هاي الحشوه مشاهدينا في بقلبها بصل، في بقلبها ثوم، في بقلبها من البندوره، بالاضافه كمان لزيت الزيتون، رشه قرفه ورشه كمون، ملح وفلفل اسود. خلطناهم كلهم مع بعض. الكوسة كلنا بنعرف ننقر كوسة، نقرنا الكوسة وحشيناها بحشوة الكنوة. طبعا بعد ما حصلنا على حشوة على الحشوة حشينا الكوسيات، بس الكوسة هون نحن مشاهدينا لب الكوسة اللي بنشيله من قلب الكوسة ما بنكبه. فيكم تعملوه شوربة، فيكم تعملوه عبيض، فيكم تطبخوه مع بصل مع ثوم مع اللي بدكم اياه، فيكم تستعملوها حتى مع صينية الخضرة إذا حطيتوها بتاخذوا نكهة كثير طيبة صدقوني. طيب حشيناها، بعد ما حشيناها حطيناها على النار مع مرقة لحمة أو مرقة دجاج أو مي، وضفنا لها مشاهدينا من البندورة المطحونة، حطينا كمان كمون وقرفة بالصلصة، غلوا كلهم مع بعض. استوت عندي الكوسة، سكبتهم بهالشكل، حطيت ضل في عندي من حشوة الكنوة، حشوة الكنوة حطيتها بقالب وسكبتها، ومثل ما عم بتشوفوا حطيت الكوسة داير هالقالب بالإضافة للصلصة الحمراء اللي طبخنا فيها الكوسة وحطينا رشة نعنع يابس على الوجه. لكن هيدا هو طبقنا لليوم، الكوسة اللي حضرناه أنا وياكم. طبعا فيكم تعملوها الكوسة بالشوفان، وفيكم تعملوها الكوسة باللي بدكم اياه من الحبوب، ما عندنا أي مشكلة. هاي الكوسة. أما بنرجع للبطاطا، البطاطا كمان حضرناها بآخر فقرة من فقرات، أو قبل آخر فقرة من فقرات رشة ملح. سلقنا البطاطا، بعد ما سلقنا البطاطا طحناها كثير منيح، ضفنا لها للبطاطا حطينا رشه ملح، حطينا رشه فلفل اسود مشاهدينا بالاضافه للزبده، خلطتهم مع بعض وحضرنا الحشوه. الحشوه هي عباره عن سجق، طبعا السجق قليناه نحن شوي، بعد ما قلينا السجق مش شوي قليناه لحتى يستوي، حطينا السجق بقلب حبه البطاطا مع جبنة بيضة، أو فيكم تستعينوا بجبنة الفتة، طبقناهم على بعض. فيكم تعملوهم بالشكل اللي بدكم إياه، نتنهم بالطحين وبالبيض وبالكعك، ورجعنا قليناهم بالزيت يكون الزيت حامي طبعا لحتى دغري يستووا. بين هلالين إذا بدكم تحضروا أنتو سجق بالبيت، السجق فيكم تحضروه بطريقة كتير هينة، فيكم تحطوا من اللحمة. طبعا هون خليني لكم شغلة، السجق مثل الكبة بحاجة لقليل من الدهون، ما بيمشي الحال انا اذا حطيت سجق، اذا حطيت لحمه مفرومه ناعمه على الحل، لا
لحمه مفرومه ناعمه مع قليل شوي من اللي بتاخذوا نكهه كثير طيبه بالاضافه لبهارات السجق للثوم. نخلطهم مع بعض وفيكم تعملوهم انتم بالقراص او فيكم تحشوهم باللي بدكم اياه، فيكم تقدموه السجق. طبعا نحن عندنا السجق، هيدا السجق محشي من المصارين، المصارين حشينه وبعد ما حشيناه قليناه. طيب نرجع نجي للسلطة. هلا السلطة رح روح جيب هيدا الصحن، لكن في عندي هيدا الصحن رح حط فيه، رح اجي اخذ من الركة طبعا. هون بقول للمشاهدين الركة بدنا نغسلها مشاهدينا كتير منيح، تحتوي الركة على كمية عالية من الرمل، مثل ما شفتوا انا كيف كنت نقع الركة بالماي، نقعتهم وغسلتهم وجهزت الركة لحتى نسكبهم مع التفاح، سلطة الركة والتفاحة السلطة الشهية، طبعا سلطة كتير طيبة. هول الركة طبعا رح نحضر الصلصة، هي عبارة عن زيت زيتون، عن عصير حامض، عن خل البلسمك، بالإضافة مشاهدينا لرشة ملح صغيرة. طيب لكن حطينا الركة مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا بالصحن، وراح نضيف تفاح. تفاح هون بقول للمشاهدين طبعا تفاح انتو بدكن تنقعوه بعصير الحامض لحتى يضل اللون الحلو ما يسود عنا التفاح، لهالسبب نحنا مشاهدينا بننقعه. انا رح حط التفاح بهالشكل، رح وزع التفاح على كمان، مثل ما بدكن. انا رح ضيف بعد مشاهدينا للتفاح رح حط من التمر بهالشكل، اوكي. بهالوقت كمان بجيب من الجوز، بحط جوز على الوجه بهالشكل، لكن مثل ما عم بتشوفوا عندي الزبيب وعندي كمان مشاهدينا من التمر، اوكي، وعندنا ايضا من الفستق الحلبي. طيب هيدا الفستق الحلبي مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نضيف، لا هون ما بنحط قطر يا رودي، هون بنحط عصير حامض. طيب اوكي هيدا الطبق صار جاهز عنا، لكن هول صار في عنا ثلاث وصفات. وهلا رح نروح نحضر الصلصة. رح اجي مشاهدينا للصلصة، رح اخذ من خل البلسمك، رح اخذ ايضا من عصير الحامض، كمان رح ناخد من زيت الزيتون، وطبعا مثل العادة رشة ملح. نخلطهم مع بعض وبهالشكل. اوه كتير شكله حلو. لكن مشاهدينا نعم، شو رأيك؟ عظيمة. بتعرفي شو قالت لي رودي؟ شو قالت؟ فينا نحط قطر. لأن شافت الفستق الحلبي. ما هيك؟ بس هي ما بتعرف إنه هلا البلسمك مع زيت الزيتون. إيه مع طيب عصير الحامض. قد إيه طيب؟ مهمة كثير. صح. هلا هون هذا الطبق صار جاهز. أوكي. هون رح إجي آخذ من حط سكر. طبعًا. أوكي. هيدا السكر سكر جوز الهند. وعندي كمان حليب جوز الهند. اوه اوكي. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ يلا شو بدنا نعمل؟ خليهم يغلوا شوي. اوكي. ونرجع نسكبهم. صار في عندنا لكان مثل ما عم بتشوفي، صار في عندنا طبق اثنين ثلاثة، وضل في عندنا الشوربة. يلا ها. هيدي الشوربة كمان رح نشيلها.
ريحه شو حلوه. قرنبيط مع الدجاج مع البصل. انا هيك بدي ارجع عيد بس للمشاهدين على الشوربه. الشوربه حطينا بصل قليناهم بزيت الزيتون والزبده، حطينا بصل، حطينا زنجبيل، حطينا من الثوم، حطينا ايضا من القرنبيط، قليتهم كلهم مع بعض، رجعت حطيت مي او مرق دجاج، رجعنا ضفنا من العقد الصفراء كاري. شو عم تقول لي يعني؟ ما شميت الريحه، تعرفني انا والكاري مش اصحاب. كاري ورشه ملح طبعا، وايضا من الفلفل الابيض. اوكي هات لنجيب الصحن. يلا يلا، عنا دقيقتين بعد انه حتى لو مش منتبهت لك شو عم تعمل كنت، بس ما شميت ريحه الكاري لهونيك. بس بعرف ما فيني احرمك، لانه بعرف انه الناس كثير بيحبوا الكاري. صح بقى، مشان هيك نحن الكاري داخل عنا بوصفتين هيدا الاسبوع. مرقت عنا هلا اول مره، كمان في عنا ثاني مره. رح مهم مش الاربعه، يمكن لك الاربعه. هي على فكره بالنسبه للاربعه، لا هيدي مستقصدني اذا هيك. بدي لك شغله بالنسبه للاربعه، هي اول اربعه بيمرق معنا ما رح نكون عم نحضر سمك. اف ايه كيف تا؟ شايفه؟ اول اربعه لكان بيمرق مشاهدينا ما رح نحضر سمك هالجمعه. شو رح نحضر؟ رح نحضر دجاج ولحمه. اها نعم اوكي، اثنيناتهم. صح. طب وبلا الكاري؟ خلص بكفي اليوم. اوكي شوف، عم جرب غير له افكاره. ما رح تتغير افكاره. لا ولا لانك ليه؟ مثل ما قلتي انت من شوي، المشاهدين كثير بحبوا نكهه الكاري. طبعا هالنكهه بتعطي. طيب خلص ماشي الحال. يلا ما فينا نزعل المشاهدين. هون بعد في عندي قرنبيط وعندنا دجاج بنضيفهم. قول اكيد حيكون في طبق ما في كاري يعني نهار التاسو، مش مشكل. شو عم لا تضحك؟ اكيد عندنا. ليه عم تضحك؟ قلت انا فكرت ما لا ما في حتى فكرت. بكره بفتكر الكاري. برافو عليك، خلي الكاري لبكره. طيب اوكي، لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا عندنا الشوربه، عندنا البطاطا بالسجق، عندنا سلطه الركه والتفاح، عندنا الكنوه مع الكوسه، هالطبق الشهي الطبق الرئيسي نباتي بدون دجاج وبدون لحوم. انا غيدا بدي اشكرك، بدي اشكر كل المشاهدين اللي كانوا عم بتابعونا، بدي لهم رمضان كريم والف صحتين، ومثل العاده ناظركم بكره الساعه 10. ايه عن جد اطباق كثير متنوعه، يعني خاصه مثل ما قلت للاشخاص النباتيين، لانه الكينوا بنعرف قديش صحيه وقديش صايره كثير عن جد هيك متداوله بالبيوت. بقى نحن فعلا سعدة اليوم بالتشكيل اللي موجود قدامنا. عندك اشياء بكره بدك تحط فيها كاري؟ بلا بكره في اول خميس. خلي لك شغله في نحن بدنا نحضر كمان الكعك وراس العيد وتمر العيد. شفت؟ طبعا من بكره لنهار الجمعه. شفت هيدا الاربعه هيدا؟ شفت ما احليك؟ اكيد هيدا هيك بدك تعيدني. نحن اكيد مودع كل المشاهدين، بقيه نهار كثير حلو لكل المشاهدين، صيام مقبول وافطار شهي اكيد. نحن بنشوفكم بكره، انا بشوفكم نهار الاربعه. باي باي. بحبي وخيري جمعنا وتلاتني يوم يعيش معنا. بحبي ثلاثين يوم يعيش معنا، غني وفقير.